السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بسوي معاكم العيش بالدجاج مع دبس الرمان والباذنجان. عندي البصل حطيته بدون دهن بدون اي شيء مثل ما تشوفون، واخليه كل ما ياخذ لون بسيط راح اضيف له شويه ماء، بسم الله، واقلب واخليه حتى يتكرمل البصل عدل. انا بعد ابي يتكرمل اكثر. البصل تكرمل واخذ اللون الحلو، الحين راح اضيف، يلا، عندي الدجاج مقصص شايله عنه كل الجلد، نغطيه تمام. الحين اقلب الدجاج شوي مع البصل وبعدين اغطيه اخلي الدجاج ياخذ لون البصل. الحين اغطي القدر اخليه تقريبا 10 دقائق على نار هاديه، وبعدين نضيف باقي المكونات. الحين اغطي القدر اخليه تقريبا 10 دقائق على نار هاديه، وبعدين نضيف باقي المكونات. وبعد تقريبا 10 دقائق ضفت سمن، ملعقه طعام من السمن، اقلب الدجاج عدل اخليه بعد ياخذ لون اكثر. وبعد ما حمست الدجاج عدل حطيت ثوم زنجبيل، حطيت بهارات صحيحه، وبضيف عندي بهار الدجاج، بهارات الدجاج تقريبا ملعقة صغيرة أو حسب الكمية اللي تسوون، وشوية من اللومي الأسود مطحون، شوية من الدارسين، بضيف الفلفل الأسود، بقلب المكونات مع بعض. ضفت ملح حسب ما تحبون حسب الرغبة، وأقلب الدجاج مع البهارات عدل. الحين أغطيه أخليه يتعرق الدجاج وياخذ كل نكهة البهارات. وبعد ما يتعرق الدجاج عدل مع البهارات، الحين بضيف عندي باذنجان حمرته بالزيت، تمام، وبضيف المكون الأساسي، بسم الله، دبس الرمان. وأحمس الدجاج مع دبس الرمان والباذنجان وأغطيه أخليه بعد يتسبك. بعد ما قلبت دبس الرمان والباذنجان مع الدجاج أغطيه مرة ثانية وأخليه يتسبك مع دبس الرمان. وبعد ما حمست العيش مع الحمسة ضفت الزرشك حتى يعادل لنا حلاوة دبس الرمان، فلفل بارد ألوان، فلفل حار، يلا بسم الله، نحط الماي الحار، بسم الله. بعد ما ضفت الماي أوازن الماي مع العيش وخلاص أخليه يطبخ، أغطيه لين يستوي العيش. صورة تتكلم، احنا ما احنا متكلمين، يا لو هي كلمة واحدة لله.
نفسك لا تحرمها من شيء، استمتع. والله اللي يسوون رجيم واللي ياكلون كلهم ماتوا، ما حد بقى. شوفوا اللذاذة، شوفوا بس شوفوا اللذاذة، هني على قلبهم اللي بياكلونه، عليهم بالعافية وهني. شوفوا اللذاذة بس، شوفوا هني.